مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي برنامج مصر جميله، اهلا بحضراتكم ومصر جميله دايما بيكم، وصباح جديد يا رب يكون سعيد ومليء بالامل والقدره على العمل والحماس ان شاء الله. صباح الفل يا طارق. صباح الخير يا نهله، وصباح الخير على حضراتكم، يوم سعيد علينا وعليكم يا رب. النهارده عندنا مجموعه من الفقرات بنتكلم على يعني في جزء من هذه الفقرات بيخلينا نحس ان في الحياه امل، في الحياه هدف احنا ممكن نسعى له، في الحياه ايضا انه ممكن احنا نعدي صعاب كتيره جدا عشان نوصل للي احنا عايزينه. احنا النهارده بنتكلم عن نموذج بشري مصري قدرت وهي سيده قدرت ان هي تعلم نفسها وتثقف نفسها بعد سن طويله جدا، قررت ان هي تمحو اميتها. مش بس كده، كمان ابتدت تنطلق الى ان هي تعلم ابناء اهل القريه بتاعتها اللي هي عايشه فيهم. مش بس كده، لكن كمان هي راحت لعمل كتاب، وهي وهذا الكتاب بيتكلم بعنوان هيا بنا نتعلم. يعني هي كمان بتدعو للتعلم وبتدعو وبتكتب قصة حياتها وفكرتها ازاي نشرتها عبر قريتها، الدولة كرمتها وبعتتها لبعثة الى باريس، وكل هذه الأحلام والطموحات اللي قدمتها هذه السيدة. انا اتخيل انه هنا في حاجة لازم نفهمها ونتعلمها، خصوصا في الأوقات اللي احنا بنعيشها دي، وخصوصا كمان انه بخروج كتير من أزماتنا اللي بنشاهدها كل يوم في حياتنا المعيشية وفي حياتنا الاجتماعية، إنه مازال في أمل. هتكون ضيفتنا في هذه الفقرة الحقيقة، وبنحييها من دلوقتي، الأستاذة رقية جات الحق، وهي ضيفتنا في هذه الفقرة، وهي صاحبة هذا النموذج المختلف والمهم جدا إن احنا نعرضه على حضراتكم في مصر جميلة. هي مصر بتبقى جميلة فعلا بالنماذج اللي زي ذكرها طارق واللي هتكون ضيفتنا النهاردة. هي دي النماذج المشرقة اللي احنا كبرنامج حريصين على ان احنا نوريها للناس، علشان اللي اصابوا اليأس والإحباط وما اكثرهم في هذه الايام، ممكن لما يبصوا على النموذج ده يرجعوا تاني يقول لا في امل، وما فيش حاجة اسمها مستحيل، وممكن نعدي كل الصعاب ونوصل، حتى لو كانت الصعاب دي على المستوى المجتمعي وعلى المستوى الاقتصادي، ولكن في جوه الانسان امل بيدفعه دايما، وفي ايمان بان اللي جاي احلى يا رب ان شاء الله، والا مش نعرف نعيش. فالأمل ده شيء ضروري وزاد طبيعي الإنسان. العلاقات المصرية الخارجية هتكون محور حديثنا أيضا النهاردة، وده محور مهم جدا. مصر بتحاول تعمل توازن في علاقاتها الخارجية. جاء علينا وقت من الأوقات كنا بنقول أنه يعني أمريكا هي القطب الأوحد اللي احنا بنتعامل معاه واللي مصر بتهتم بيه. الزمن ده ولا مصر الآن بتحاول أنها يكون قرارها مستقل، قرارها نابع من مصالحها، بتتعامل على أساس من المصالح المتبادلة بينها وبين الدول الأخرى. بعد ما عادت إلى الدبلوماسية العالمية بقوة بعد 30 يونيو بعد ما حرمنا فترة طويلة من التواجد على المستوى العالمي، مصر بتهتم بدائرتها العربية، دائرتها الإفريقية، والدائرة الأوروبية، والدائرة الروسية. مبقاش بس اهتمامنا للدائرة الأمريكية، ولو أن هي دائرة برضو مهمة وما زالت مصر مهتمة بها بكل تأكيد. إزاي نقدر نعمل علاقات متوازنة بيننا وبين دول العالم، وإزاي ممكن تكون الدبلوماسية دي مش بس على المستوى الرسمي ولكن على المستوى البرلماني، لأن ده شيء مهم جدا، وعلى المستوى الشعبي، والشعب قدر يحل كتير جدا من المشاكل لما طلعت وفود شعبية في أوقات معينة تدعو لمصر وتدعو للموقف المصري بعد 30 يونيو. النهاردة هتكون ضيفتنا النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب عن لجنة العلاقات الخارجية، وهنتكلم عن العلاقات المصرية الخارجية ومدى النجاح اللي أصابها في هذه الفترة الأخيرة. كمان زي ما تعودنا مع حضراتكم يوم الحد فقرة أبيض وأسود، واللي بنعترف وبندين بيها بالجميل لكل فنانيننا وكل عظمائنا من الفنانين اللي قدموا لنا على مدى سنين طويلة يعني جزء مهم في حياتنا، وهو رصد لتاريخ هذا الوطن العظيم عبر شاشات السينما والتلفزيون والدراما، كل شيء وكل لحظة قضيناها مع هؤلاء النجوم اللي كانوا بيتعبوا جدا واللي كانوا بيقدموا الحقيقة من وقتهم وحياتهم وكل فنهم لكل جمهورهم الحبيب. النهاردة بنحتفي بالفنان سيد زيان، وهنتكلم عن مشوار حياته الفنية، وهنتكلم عن كواليس حياته الخاصة، وهيشرفنا في هذه الفقرة نجلة الفنان سيد زيان الأستاذة إيمان سيد زيان، تكون معنا في فقرة أبيض وأسود. أعتقد أن دي مجموعة الفقرات اللي بنقدمها لحضراتكم. إن شاء الله بعد الفاصل هنلتقي وفقرتنا الأولى في مصر جميلة.